مع كثرة الفتن، حي الله الشيخ محمد، حياك الله بالناصف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تاج الرأس. فتحرص على عباداتك وتحرص على عبادات من تحب، فأنت تكون مربي. أعظم بر هو أن تبر أمك وأبوك بأن تمسك بيدهم إلى رضا الله عز وجل، وأن ترشدهم إلى التوحيد والسنة، وأن تحذرهم من الشرك والبدعة، فيكون عندك سلاح تتسلح به، وهو آيات القرآن الكريم والسنة النبوية على فهم السلف الصالح. فهذا الحديث من أقوى الأسلحة التي ترد بها جميع البدع. فإذا وجدت بدعة، أول رد يكون على هذه البدعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، احفظه مثل اسمك. بل لو نسيت اسمك ما في مشكلة، لكن هذا الحديث ما تنساه، تحفظ أكثر من لا تحفظ اسمك. ليش؟ لأنه يختص بعبادتك يا عبد الله. فإن مت وأنت ناسي اسمك ما يضرك لكن إذا مت وأنت تأتي بدعة، نسأل الله السلام والعفو والعافية، أو تأتي بمعصية يعني، أو تأتي بشرك والعياذ بالله، فهذا يضرك ضرر عظيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله أن قبر العاصي من الموحدين روضة من رياض الجنة، وقبر العابد الزاهد من أهل البدع حفرة من حفر النيران. والبدعة خطيرة يا عباد الله، فالبدعة هو تشريع مع الله عز وجل، وهو قول على الله بلا علم، وهو بريد الكفر، وهو أحب إلى إبليس من المعصية، وهو يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية إذا أحيت وميتت مقابلها سنة. فالمبتدع إذا ابتدع بدعة نزع الله عز وجل من قلبه مقابلها سنة. والذي يبتدع في دين الله هو مستنقص وساب للصحابة رضي الله عنهم وللنبي عليه الصلاة والسلام، حي الله شيخنا محمد الجبو، حياك الله يا تاج الرأس، آمين يا رب العالمين، وإيانا وإياك، الله يسعدك يا رب العالمين، صلى الله أن يحفظك أنت وأخونا بن ناصف وجميع الأخوة المباركين، صلى الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته يا رب العالمين. لذلك هذا الحديث يا أخوة لنتذاكر فيه اليوم مهم جدا، ينفعك في دينك ودنياك. فالبدعة تذلك والسنة تعزك. فإذا أردت عز والديك وعز أبنائك وعز أخوانك وعز نفسك فعليك بالسنة يا عبد الله. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ينبغي على المسلم أن يعرفها. ما قالوا العلماء أن هذا الحديث نصف الدين عبث، صح؟ قالوا هذا الحديث نصف الدين، ما قالوه عبث، لأن دينك يا عبد الله لا يقبل إلا إذا كان موافقا للسنة. طيب إذا ما كان موافق للسنة فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي مردود على صاحبه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ونحن في زمن كثرت فيه البدع، وكثرت فيه الضلالات، وكثرت فيه الحزبيات، وكثرت فيه الشبهات، وكثرت فيه الشهوات. فإذا احنا ما تسلحنا ولا تذاكرنا في الله فما في فائدة، صح؟ الرسالة هي في مجموعة الإمام بن عثيمين رحمه الله اسمها شرح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الإمام بن عثيمين رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الإمام البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الإمام بن عثيمين رحمه الله: عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي بنت أبي بكر الصديق، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة، لها 6 سنوات يعني عقد عليها، ودخل عليها وهي صغيرة أيضا لها 9 سنوات، ومات عنها ولها 18 سنة، وكان عندها من العلم الكثير الذي نفع الله به الأمة، وكنيتها أم عبد الله. والصحيح أنها لم تلد، وقيل إنها كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير. انتهى كلام الإمام بن عثيمين هنا. يا عبد الله،
لابد أن تعلم بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما أن الصحابة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أم المؤمنين كما قال جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم. فكل زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام هي أم للمؤمنين، وهذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الفقيهات المحدثات في ديننا، بل لا يوجد في الإسلام ولا في الأمة ولا في الأمم أفقه من عائشة رضي الله عنها وأرضاها من النساء، فهي أفقه وأعلم نساء العالمين بالتوحيد والسنة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا أم المؤمنين لها فضائل عظيمة وغزيرة يحبها الله عز وجل ويحبها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك يا عائشة؟ من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. فقال الصحابي: ومن الرجال؟ قال: أبوها، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فعائشة رضي الله عنها وأرضاه هي قدوة كل امرأة، فكل امرأة مسلمة تجعل بين نصبيها أعلى القدوات، فقدوتها هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة الشريفة العفيفة الفقيهة المحدثة، والله أنها أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فمن تكلم في عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو طعن فيها خرج من مسمى أهل السنة والجماعة، ومن تكلم في عرضها بل خرج من الإسلام، نسأل الله السلام والعفو والعافية. فالله عز وجل القوي العظيم العزيز الجبار المنان الكريم المؤمن المهيمن القدوس السلام الحي الله الواحد الأحد الفرد الصمد من فوق سابع سماء ينزل براءتها في القرآن الكريم، وهذا شرف عظيم. فالله عز وجل ينزل براءتها من فوق سابع سماء ويأتينا إنسان خبيث يطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد في الأمر، قال هنا الشيخ: فهي بنت أبي بكر الصديق، وأيضا قال أنها كنيت من كنيتها أنها أم عبد الله، فهذه كنية لها، واضح. طبعا بعض الناس قد يسأل: هل ولدت عبد الله؟ بعض أهل العلم ذكر أن ولد لها ولكنه سقط لم يعش، وآخرون يقولون أنه لم يلد لها يعني ولد، لا سقط ولا حي، ولكنها كنيت بهذا لأن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن كما هو معروف عندكم. وأيضا قيل أنها كنيت كما هنا قال الشيخ بأم عبد الله على عبد الله بن الزبير ابن أختها، يصير خالته، واضح. فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ومن الأحاديث العظيمة التي روتها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الحديث الذي هو نصف الدين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن حبها من الإيمان، فنحن والله نتقرب إلى الله عز وجل بحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واضح. قال بعدها الشيخ: قوله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أحدث أي أتى بشيء جديد، أحدث أي أتى بشيء جديد. لذلك بعض أهل العلم قال أن تعريف البدعة هو الأمر المحدث في الدين، أي الذي أتى شيء جديد في الدين، واضح. لذلك قال: من أحدث، أي أتى بأمر محدث في الدين، بناء على هذا الحديث. فتعريف البدعة جدا سهل، إذا حد سألك ما هي البدعة تقول هو الأمر المحدث في الدين، هو الشيء الجديد في الدين اللي ما أتى لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي أمرنا الله عز وجل باتباعهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعدها قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وفي أمرنا، أي ديننا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، في أمرنا أي في ديننا.
فالبدعة هي الأمر المحدث في الدين، ما ليس منه أي باعتبار الشرع، لا بالقرآن ولا بالسنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يعني من هذه الأمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، يقول الشيخ رد بمعنى مردود، وهذه الكلمة اسم مصدر والفعل رد، والمصدر هنا بمعنى اسم المفعول مردود، ويأتي المصدر بمعنى اسم المفعول، ولذلك شواهد من اللغة، منها كلمة الحمل فهي بمعنى المحمول، كما في قوله تعالى وإن كنا أولات حمل أي محمول. يقول الشيخ وفي هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بجملة شرطية أن من أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود، فهو رد مردود على صاحبه. فنعرف من هذا الله يحفظكم يا رب أن من أعظم مساوئ البدعة أنها مردودة على صاحبه. والكلام ترى نحن في البداية، لا تستعجل، راح تسمع كلام بإذن الله يسرك، وراح نأتي بصور من البدع وراح نتذاكر فيها الله يحفظكم يا رب. فنحن ما زلنا في الصفحة الأولى، ونسأل الله العلي العظيم أن يتمم علينا هذه القراءة بأكبر قدر من المنفعة يا رب العالمين. فأسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون السنة ولا يبتدعون في الدين، ممن يثبتون على التوحيد ولا يشركون بالله عز وجل. فهذه دعوة الأنبياء والرسل، قال الله عز وجل في محكم كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واضح؟ يقول الشيخ هنا وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجملة شرطية أن من أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، حتى إن كان حتى وإن كان أحدثه عن حسن نية فإنه لا يقبل منه، لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع. هذه نقطة مهمة جدا. يقول الشيخ حتى لو كان على حسن نية لا يقبل منه، فلا تظن بأن النية الحسنة مصححة للعمل يا عبد الله. فبعض الناس لما تجي تنكر عليه وتقول له يا أخي هذا الفعل بدعة، تقول له هذا الفعل اللي أنت تفعله بدعة، هذا الذكر الجماعي الذي تفعلونه بدعة، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، يعني الرقص في المساجد بدعة، الزحف تقربا لله عز وجل في التراب بدعة، لبس الحلق والأغلال على الأعناق بدعة، اللطم بدعة، تقول له هذه بدعة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والدليل أن الله لم يأمر به، ولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به ولم يفعله ولم يقره، وأيضا الصحابة الذين هم أحسن مني عبادة ومنك عبادة وعقيدة وصلاحا ما فعلوا، إذن أنت من وين أتيت بهذا؟ فهي بدعة. فمباشرة إيش يقول لك؟ يقول لك يا أخي الأعمال بالنيات، ولا يعني يكفي أن نيتي حسنة، أو يقول لك لا تنكر عليه يكفي أن نيته حسنة. لا، لابد أن تعلم بأن العبادة لا تقبل منك إلا إذا كانت موافقة لشرع الله عز وجل، موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شرط من شروط العبادة. فالعبادة لا تقبل إلا بشرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. قال الله عز وجل في محكم كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال عز وجل في محكم كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن دليلين من القرآن الكريم على شروط العبادة، الإخلاص والمتابعة. دليل الإخلاص قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إذن لابد أن تكون عبادتك خالصة لله الواحد القهار حتى تقبل منك. فمن عبد الله عز وجل عبادة صحيحة ولكنه أشرك فيها إما شرك أكبر أو شرك أصغر، فهذا والعياذ بالله ما تقبل عبادته، وعبادته باطلة. فبعض الناس يأتي بعبادة صحيحة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جالس في مخيم
أو في منتزه وشافوه الناس ربعه، فقال خلاص خلنا أقوم أصلي الليل قيام الليل أمامهم حتى يقولون إني أصلي قيام الليل، فيصلي ليروا الناس صلاته حتى يقال أنه ما شاء الله عابد زاهد. فهذا والعياذ بالله وقع في الرياء، يحسن ركوعه وسجوده لنظر الرجل له. فهل هذه عبادته مقبولة؟ لا والله مردودة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إيش قال؟ قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه به غيري تركته وشركه، نسأل الله السلام والعفو والعافية. وهذا يخلينا كلنا نخاف صح؟ بل النبي عليه الصلاة والسلام خاف على خير الناس بعد الأنبياء والرسل من هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. بعضهم يدعو إلى الله عز وجل، بعضهم يعني يصلي، بعضهم يفعل عبادة وعظيمة تكون هذه العبادة لكي يقال والله أن هذا ما شاء الله عليه، أن هذا داعية، أن هذا يعني طالب علم، أن هذا عابد، أن هذا زاهد، أن هذا، والعياذ بالله. والأمر خطير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاف على خير الناس بعد الأنبياء والرسل وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة من هذا، فنحن من باب أولى أن نخاف على أنفسنا منه صح؟ من باب أولى. لذلك لابد يا عبد الله أن تستحضر بعباداتك هذه المسألة، وهي أن تكون عبادتك خالصة لله الواحد القهار. لذلك لما العلماء قالوا، يعني حتى ما نخرج برا الموضوع أعتذر، الله يسعدكم يا رب على الإطالة. إذن هذا الشرط الأول من شروط العبادة، أن تكون خالصة. طيب الشرط الثاني من شروط العبادة أن تكون العبادة هذا وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما الدليل؟ الدليل أن الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك يا أخوة الله يسعدكم يا رب لابد أن نجاهد نفسنا على الإخلاص. يقول الإمام أحمد رحمه الله ما جاهدت شيئا أعظم من الإخلاص. يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين رحمه الله يقول أعظم أنواع الجهاد هو جهاد النفس على الإخلاص. الله أكبر. إذن الجهاد أنواع، أعظمها جهاد النفس. قال ذلك الإمام بن باز، قال ذلك كل العلماء، أعظم جهاد هو جهاد النفس، حتى أعظم من جهاد السيف. حتى أن الإمام بن باز رحمه الله يقول لأن الجهاد بالسيف يحتاج إلى جهاد نفس صح؟ ما يستطيعه إلا الشجعان اللي جاهدوا نفسهم على هذا الأمر العظيم. لذلك الجهاد جهاد النفس مهم، أن تجاهد نفسك في العبادة، وأن تجاهد نفسك في هذه العبادة في الإخلاص. واضح؟ أن تجاهد هذا الإخلاص. يقول الإمام أحمد ما جاهدت شيئا أعظم من الإخلاص. قال وأعظم أنواع جهاد النفس هو جهادها على الإخلاص. فأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم على الإخلاص، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا كلها خالصة لوجه الكريم، موافقة لسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، آمين يا رب العالمين. إذن الشرط الثاني من شروط قبول العبادة هو أن تكون موافقة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن قوم دليل نتبع الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قلنا الدليل من القرآن وقلنا الدليل من السنة. نكمل قراءة. قال الشيخ حتى وإن كان أحدثه عن حسن نية فلا يقبل منه. لماذا؟ لأنه ما أتى بالشرط الثاني، وهو إيش؟ وهو أن تكون موافقة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع. يقول الشيخ لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع. إذن اعلم يا عبد الله، الله ما يقبل منك شيء إلا ما شرع. لذلك يقولون أهل العلم إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. احرص يا عبد الله على أن لا تعبد الله بعبادة إلا وأنت عندك دليل عليها، إما من القرآن أو السنة أو فعل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. بعدها قال الشيخ، وهنا كلام مهم، بعدها قال الشيخ أتمنى اللي معي في البث
ينتبهون لهذه النقطة المهمة جدا. قال الشيخ بعدها: والعبادات، يقول الشيخ، ولهذا، يقول الشيخ ابن عثيمين، ولهذا كان من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية. قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا إنكار عليهم. وعلى العكس من ذلك، فالأصل في المعاملات والأفعال والأعيان والإباحة والأعيان الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع. هذا الكلام الله يحفظكم يا رب الآن أشرح لكم بطريقة بسيطة جدا جدا جدا. أذكر شيخنا الشيخ رحمه الله الشيخ فلاح مندكار، سمعته بإذني يقرر هذه المسألة. يقول الشيخ فلاح مندكار رحمه الله: أن الدين يا عبد الله سهل، وهو عبارة عن ثلاثة أمور. الدين هذا كله الدين هذا كله، دينك يا عبد الله كله عبارة عن ثلاثة أمور. تخيل معي، ها، دينك كله عبارة عن ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتقادات، والأمر الثاني عبادات، والأمر الثالث المعاملات. إذن دينك كله ثلاثة أمور: اعتقادات، عبادات، معاملات. فالاعتقادات هي التي تعقد عليها قلبك يا عبد الله، وهي التي تؤمن بها إيمان جازم، واضح؟ قال الشيخ: الأصل في الاعتقادات هو الجزم والقطع، لأنها أمور من الله عز وجل. نعطي أمثلة حتى يتضح المقال. الأصل في الاعتقادات، لأن حين عندنا احنا ثلاثة أمور: اعتقادات، عبادات، معاملات. الاعتقادات الأصل فيها القطع والجزم، التصديق والإيمان، لأن أمر عقدي. فمن الاعتقادات أن تعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو عالم الغيب، هو جل وعلا المالك، هو يعني تعتقد بربوبية الله عز وجل، وتعقد ذلك في قلبك ولا تتزعزع فيه، تقطع وتجزم به، تقول: لا خالق إلا مع الله، لا رازق مع الله، لا محيي مع الله، لا مميت مع الله. عندك عقيدة بذلك، وتعتقد بقلبك اعتقاد جازم وتعمل به بأركانك بأنه لا يستحق العبادة إلا الله. فهذا الخالق الرازق المدبر المحيي المميت هو الوحيد المستحق للعبادة، فأعتقد به بقلبي وأعمل به بأركاني وأقر به بلساني. هذه أمور عقدية. طيب، من الأمور العقدية الملائكة. أنت ما رأيت الملائكة؟ طيب، هل تعتقد أنهم موجودين؟ هل تعتقد بالملائكة؟ نعم، كيف لا، الله عز وجل أخبرنا، فأنا أعتقد به. إذن الأصل في الاعتقادات القطع والجزم، واضح؟ الله يحفظكم يا رب كلامي. هذه عقيدة أثبت عليها. طيب، من الاعتقادات الجن، هل تؤمن بالجن؟ نعم، من أنكر الجن كفر. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنعتقد بهم بوجودهم، ونعتقد بذلك، ونعقد به في قلوبنا، ونقطع ونجزم به. من الاعتقادات أن كان هناك أنبياء ورسل. من الاعتقادات أن الله عز وجل أنزل الكتب. من الاعتقادات علامات الساعة. أعتقد اعتقاد جازم على أن المسيح الدجال سيأتي ويخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى أخبرنا بذلك. أعتقد بأن يأجوج ومأجوج سيخرجون. أعتقد بذلك وأقطع به وأجزم. واضح؟ الله يحفظكم يا رب. إذن الأصل في الاعتقادات هو القطع والجزم والإيمان والتصديق والإقرار به. واضح؟ الله يحفظكم يا رب. لازم تكون قوي في عقيدتك، لأن اليوم في ناس يحاولون يزحزحونك عن العقيدة الصحيحة، ويحاولون يحاربونك في العقيدة الصحيحة. هل تعتقد بعذاب القبر؟ نعم، أعتقد به وأجزم به وأؤمن به. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في القرآن في الحديث الصحيح أنه مر على قبرين وقال أنهما يعذبان، وما يعذبان بكبير. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتعوذ من 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 فتنة القبر، من عذاب القبر، صح؟ إذا نحن نقطع به ونجزم ونؤمن حتى لو لم نراه، لأن الذي أخبرنا هو الله،
ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الله يحفظكم يا رب كلامي. إذن ما هو الأصل في الاعتقادات؟ القطع والجزم والإيمان والتصديق والثبات والقوة والتصريح فيه أمام الناس، ولا تخاف، هذا الأمر. لذلك لابد علينا أن نعتني بالعقيدة، أن ندرس العقيدة، أن نهتم بالعقيدة، فهو أهم وأعظم ما تهتم به يا عبد الله، وهو أهم وأعظم ما يحرص أن الشيطان أن يخرجك منه. طيب، هذا الأصل الأول، الاعتقادات. طيب الأصل الثاني وهو العبادات. الحين احنا قلنا الدين كله اعتقادات، صح؟ وعبادات ومعاملات. انتهينا من الاعتقادات، ندخل في العبادات. العبادات يقول شيخنا الشيخ فلاح من دكار، قال راح تحفظها بهذه الطريقة. العبادات كل عبادة حرام إلا ما نص الدليل عليه، بس بكل بساطة كل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل حرام إلا ما نص الدليل عليه فهو حلال، فهو تتقرب به. واضح؟ فالعبادات الأصل فيها كما قال الإمام ابن عثيمين هنا، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعيته، كما قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله. فالأصل في العبادات التوقف، احنا نحن نتوقف، ما نتعبد الله إلا بالدليل. وجد الدليل تعبدنا، ما وجد الدليل تركنا. جاني إنسان قال لي تعال احنا عندنا حضرة وراح نحتفل في المسجد ونرقص لله. أقول أعوذ بالله، أنتم تتقربون إلى الله بالرقص؟ يقول لك نعم. نقول ما هو الدليل على أن يعني على أن على هذا الفعل؟ هل هناك دليل من القرآن؟ هل هناك دليل من السنة؟ هل فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال لك لا، ما في دليل. قل السلام عليكم، هذه بدعة مردودة على صاحبها وأنتم تأثمون على هذا الفعل. جاك إنسان قال لك امش تعال خلنا نبي نقعد ونذكر الله ذكر جماعي، واحد يقول لا إله إلا الله وكلنا نكرر خلفه لا إله إلا الله، واحد يقول الحمد لله كلنا نكرر وراءه الحمد لله، سبحان الله كلنا نقول سبحان الله. نقول له لا، اتق الله، هذا الفعل فعله نبي الله؟ لا. في دليل من القرآن؟ لا. في دليل من السنة؟ لا. في دليل من أفعال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم؟ لا. إذن أنا ما أفعله. فالأصل في العبادات أن العبادة حرام إلا ما نص الدليل. واضح؟ طيب حياكم الله يا أخوة. إذن قال الشيخ هنا فالأصل كما قرر أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعيته. واضح؟ والله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بعدها قال الشيخ، هذا إنكار عليهم، إذن هذا الأصل في المعاملات انتهي، في العقائد انتهينا منه، الأصل في العبادات انتهينا منه، نأتي إلى المعاملات. فالمعاملات هو عكس العبادات كما قال الشيخ هنا. فشيخنا الشيخ فلاح من ذكر رحمه الله إيش يقول؟ يقول فالأصل في المعاملات هو أن كل شيء حلال إلا ما نص الدليل عليه، شيء مو عبادة فهو حلال إلا ما نص الدليل على حرمته. نعطي مثال حتى يتضح المقال. كل المشروبات حلال إلا ما نص الدليل على حرمته، مثل الخمر، صح؟ فهنا دليل على أن الخمر حرام تشربها. واضح؟ كل الملبوسات حلال إلا الحرير للرجال مثلا، الذهب للرجال، ليش؟ لأن في دليل على حرمته. أما كل الملبوسات حلال. واضح؟ فكل المعاملات الأصل فيها الحل إلا ما نص الدليل على حرمته. كل المعاملات الـ يعني المالية حلال إلا ما نص الدليل على حرمته، مثل الربا في دليل على أنها حرام، مثل الرشوة في دليل على أنها حرام. واضح؟ الله يسعدكم يا رب. فتخيل يا عبد الله كيف دينك سهل وبسيط، فدينك كله هذه الثلاثة أمور: اعتقادات، عبادات، معاملات. واضح؟ نكمل قراءة الله يسعدكم يا رب حتى ما نطيل عليكم، وإن شاء الله نكون استفدنا جميعا من هذا الكلام. بعدها يقول الشيخ رحمه الله وهذا الحديث ورد في العبادات، هذا الحديث أي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول الشيخ: وهذا الحديث ورد في العبادات، وهي التي يقصد الإنسان بها التعبد والتقرب إلى الله. إذن ما هي العبادة؟ هي الشيء الذي تقصد به التعبد والتقرب إلى الله. أي شيء تقصد به أن تتقرب به إلى الله فهي عبادة. يقول الشيخ: فنقول لمن يزعم شيئا من العبادة، اسمع اسمع إلى هذه العبارة التي والله يبغضها كل مبتدع على وجه الأرض. يقول الشيخ ابن عثيمين: فنقول لمن يزعم شيئا من العبادات، هات الدليل على أن هذه عبادة وإلا فقولك مردود. الله أكبر، هذه العبارة التي يبغضها كل مبتدع، هات الدليل، عطنا الدليل. ما هو الدليل من القرآن والسنة على فهم السلف الصالح؟ وكلكم رأيتم المقطع لرأس من رؤساء المبتدعة في هذا العصر، في هذا العصر رأس من رؤوس المبتدعة في هذا العصر، لمن أتى وهو ممن يجيزون التوسل بغير الله عز وجل بالأموات ودعاء غير الله عز وجل، وهو مفتي من مفتين الأزهر، لمن خرج قال وهو ينكر على من ينكرون عليهم بدعهم، قال ويخنف لك ويقول لك هات الدليل. نعم، نقول هات الدليل، لأن الله قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، لمن أوجعكم هذا السؤال أصبحتم تصيحون. نعم، مفتي الأزهر، والله نسيت اسمه. الشاهد في الأمر أن مقطع موجود، أعتقد في أعتقد موجود المقطع، لا مو أعتقد، أكيد موجود في حسابي، لو نزلت راح تجد المقطع والرد عليه من العلماء. فنحن نعبد الله عز وجل بالدليل، بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. نحن ما تسمينا سلفيين إلا لأننا حريصين على اتباع السلف، على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الكرام، واضح؟ كما أمرنا الله عز وجل. فهذه العبارة التي قالها وربانا عليها هذا العالم الرباني الإمام بن عثيمين رحمه الله، الذي يربي الناس على صغائر الأمور قبل كبارها، يقول: فنقول لمن يزعم شيئا من العبادة، هات الدليل على أن هذه عبادة وإلا فقولك مردود. واعلم يا عبد الله أن أكثر الناس سعادة وفرحا بهذا السؤال هم العلماء. لا تعتقد العالم يتضايق منك إذا قلت له: يا شيخ ممكن تعطيني الدليل؟ شوف سبحان الله، حتى هات الدليل شيخنا الله يحفظه دخل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله الشيخ، هات الدليل. يعني شوف، هات الدليل ما يبغضونه علشان علشان اسمه. الله يسعدك يا رب، صلاني أجمعنا وإياكم على طاعته يا رب العالمين. فهات الدليل، هذا أكثر سؤال يبغضه أهل البدع. لذلك الله يحفظكم يا رب، يرفع قدركم، يبارك فيكم في الدنيا والآخرة. علماءنا يفرحون فرح شديد لمن يسألهم عن الدليل، بل يتوسمون بمن يسألهم عن الدليل خيرا، وهذا من حقك على العالم. فالعالم تعلم الدين بالدليل، بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ فلما تقول للعالم: يا شيخ إيش الدليل على هذا الفعل؟ يفرح. أما لما تقول للمبتدع أو علماء السوء والضلال ما هو الدليل؟ يغضب ويقول لك ويخنف لك ويقول لك هات الدليل. نعم، نقول لك هات الدليل. لذلك الدليل هي مطيتي ومطيتك يا عبد الله، فنحن مع الدليل حيث مال منا، حيث وجد التزمنا. الدليل نحبه لأنه كلام ربنا. لو سألك إنسان ما هو الدليل في الدين، تقول الدليل في الدين هو قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة هم أولي العرفان، هذا هو العلم، هذا هو الدليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما نقل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وقيل أن هذا أكثر ما كان يقوله شيخ الإسلام بن تيمية، إذا يصلح لي شيخنا الشيخ هات الدليل. يقول ابن القيم أن شيخ الإسلام بن تيمية دائما يقول: من ضل الدليل ضل السبيل، ولا سبيل إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، والله كلمة تكتب بماء الذهب، يفرح بها كل مسلم، يحفظها من أول ما يسمعها.
فمن ضل الدليل ضل السبيل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: من ضل الدليل ضل السبيل، ولا سبيل إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهذه كلمة تكتب بماء الذهب، بل تكتب بماء العين الذي هو أغلى من ماء الذهب، لأن لو ذهب ماء عينك حلو راح تدفع الذهب لترده فماء العين أغلى من ماء الذهب. فإذا واحد قال لك والله أنت ماي عيني، فأعرف أنه يغليك أكثر من المال والذهب. طيب حتى ما نخرج من الموضوع، لازم نلطف الجو شوي عشان ما تصير الدعوة مشحونة، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته. وفكرة البث هي المذاكرة في الله عز وجل. إذن لابد أن نحرص على الدليل وعلى التمسك به وعلى معرفته وعلى السؤال يعني عنه. طيب قال بعدها الشيخ: فنقول لمن يزعم شيئا من العبادة هات الدليل على أن هذه عبادة، وإلا فقولك مردود. بعدها يقول الشيخ: ويحتاج هذا الحديث إلى تحرير بالغ، فأولا ينبغي معرفة هل هذه عبادة أم عادة. واضح؟ فمثلا لو أن رجلا قال لصاحبه الذي نجا من هلكة: ما شاء الله. فمثلا لو أن رجل قال لصاحبه الذي، هذه مسألة مهمة الآن راح يتطرق لها الشيخ، إذن لابد أن نفرق بين العبادة والعادة. واضح؟ قال الشيخ: فمثلا لو أن رجلا قال لصاحبه الذي لجا من هلكة، قال: ما شاء الله أنت نجيت من هلكة، ما شاء الله، نجا من حادث سيارة، نجا من زلزال. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ بلاد ليبيا، قيل أن فيها زلزال اليوم، فنسأل الله العلي العظيم أن يبعد عنها كل شر وعن كل مكروه، هي وجميع بلاد المسلمين، وأن يبعد عنها الزلازل ويبعد عنها الفيضانات وكل ما يضرها، ويحفظ أهلها ويحفظ يعني كل من فيها، ويحفظ أرضها ويجعلها عامرة بذكر الله بالتوحيد والسنة، آمين يا رب العالمين. فهذا حقهم علينا، إذا سمعنا أن بلاء عم أو سيعم ببلد أو مكان ما، فحقهم علينا أن ندعو الله عز وجل أن يبعد عنهم الشر. والدعاء هو سلاح المؤمن، والدعاء يرد القضاء، فعلى الإنسان أن يكثر بالدعاء ويتضرع إلى الله عز وجل كأنه هو الذي سيصاب أو هو الذي أصيب، فيدعو الله بتضرع أن ينجيهم وأن يحفظهم وأن يبعد عنهم كل شر وكل مكروه وأن يرفع عنهم البلاء، آمين يا رب العالمين. هذا حقهم علينا. إذن نكمل، الله يحفظكم يا رب. قال: فمثلا لو أن رجلا قال لصاحبه الذي نجا من هلكة: ما شاء الله، نجا من حادث، نجا من يعني أي أمر كان، ما شاء الله، الحمد لله، ما شاء الله، هنيئا لك أنك نجيت، الحمد لله. فقال له هذا الرجل: هذه بدعة. فهذا قوله غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن هذه من أمور العادة وليست من أمور العبادة. واضح؟ وفي الشرع ما يشهد لهذا، حيث جعل الناس يهنئون كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عليه في الحديث الطويل الذي تعرفونه. وكثير من التهاني التي تحدث بين الناس لا يزعم أحد أنها بدعة إلا بدليل، لأنها من أمور العادات. كمن قابل رجلا نجح في امتحان فقال له: ما شاء الله نجحت، مبروك أنك نجحت، الحمد لله، بارك الله عز وجل لك، رفع الله قدرك، دعا له. فهذه ليست ببدعة. ليش؟ لأنها من أمور العادات. فمن يقول هذه بدعة هو في الواقع غير محق، كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله. لذلك أنا أتطرق لمسألة مهمة، وهي مسألة قول جمعة مباركة. جمعة مباركة لماذا قال أهل العلم بأنها بدعة؟ ومن أجمل الذين قالوا أنها بدعة هو الإمام بن فوزان حفظه الله، حيث قال: من التزمها كانت بدعة. متى صارت قول جمعة مباركة بدعة؟ لما التزموها الناس بكل جمعة، صارت كل جمعة يرسلون جمعة مباركة، جمعة مباركة، كل جمعة. فهنا جعل هذا الذكر أو هذا الدعاء كل جمعة، فلما التزمها كل جمعة أصبحت بدعة، لأنه التزم فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. ولكن لو كانت عارضا
بين فن يعني بين يعني مسافة أخرى ومسافة أخرى من الأزمنة. فهذه هنا تكون من الأعداد واضح، لكن لو كانت التزمها كل جمعة كل جمعة كل جمعة لا شك أن هذا الأمر خطير. وترك هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك لما لا يريبك. الله عز وجل أغناك بالسنة، واضح، يكفيك تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فتتركها وما تقولها وتلتزم. إذا شفت شخص في كل جمعة كل جمعة يرسل في المجموعات، يرسل في مواقع التواصل الاجتماعي جمعة مباركة جمعة مباركة، أنا أعطيك الحل، لا تنكر عليه مباشرة، أخذ كلام العلماء وأرسل لهم. يعني ادخل اليوتيوب واكتب ما حكم قول جمعة مباركة كل جمعة، راح يطلع لك فتوى الشيخ ابن بائز، فتوى الشيخ الفوزان، أخذه سو نسخ وأرسل له، فتكون بهذا أديت الواجب اللي عليك، واضح. واستخدم الحكمة واللين، واستخدم الحكمة واللين والتلطف. فوالله بعضهم قالها حبا وبعضهم قالها يعني إرادة الخير وبحسن النية، ونحن قلنا النية الحسنة لا تصحح العمل، فنقول له أن هذا الفعل الذي أنت تقوم به في كل جمعة أمره خطير وشأنه عظيم. فهي ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الكرام، فترسل له كلام العلماء وتنتهي المسألة. والحين في 80 شخص معنا يسمع هذا الكلام، لذلك بعد البث أو الآن إن شئت تخرج وتسمع كلام العلماء في هذه المسألة ليرتاح قلبك، واضح، وتطمئن وتسكن وتستفيد وتتعلم وتحمد الله عز وجل أن الله أرشدك للسنة وأبعدك من البدعة. فوالله لا يوجد نعمة أعظم من نعمة أن الله يهديك لمعرفة الخير ويريك الخر ويريك الشر لتبتعد عنه، ويريك الشر لتبتعد عنه. فهذه نعمة لا تقدر بثمن، أن توفق إلى أن تعرف الشر لتبتعد عنه، وتعرف الخير لتلزمه، تعرف السنة لتلزمها، وتعرف البدعة لتبتعد عنها. وإذا عرفتها عرفها لغيرك وعلمهم وانشر دين الله عز وجل، انشر السنة وحذر من البدعة وأهل البدعة، واضح. الله يرفع قدركم يا رب في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ بعدها، وإذا تردد الأمر بين كونه عبادة أو عادة، لاحظ إيش قال، قال فالأصل أنه عادة ولا ينهى عنه حتى يقوم دليل على أنها عبادة، واضح. بعدها يقول الشيخ، وتوجد أشياء ابتدعها الناس. الآن الشيخ يبين، يقول وتوجد أشياء ابتدعها الناس في دين الله كإحداث أذكار معينة بصيغة معينة وعدد معين ووقت، وهي لم تشرع على هذا الوجه لا في الزمان ولا في العدد ولا في الهيئة، كمن يسبح 1000 مرة ويلتزم بذلك ويجعله في الصباح مثلا، فهذا العمل بدعة مردود على صاحبه لا ثواب له. نقطة، ممتاز، هذا الكلام جدا جميل. إذا من خصص ذكر معين ما خصصه الشارع، ما ورد لا في القرآن ولا في السنة النبوية وخصصه له، يعني قال أنا خلاص كل يوم راح أذكر الله وأقول، وهذا موجود ترى، موجود بكثرة في هذا الزمن خاصة في الدول التي فيها صوفية، يجعلون لهم أوراد معينة بعدد معين يلتزمونه كل يوم، ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة الكرام، فهذه بدعة خطيرة، نسأل الله السلام والعفو والعافية. وهذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأصل يعني الهيئة أنها صح، والشيخ راح يرد على هذا، لكن احنا نعطي مثال وننتقل. الشيخ راح يعطي مثال. قال الشيخ، فإن قال قائل كيف تنكرون أن أقول سبحان الله، يعني لو واحد يدخل علينا يقول كيف تنكرون أني أنا أقول سبحان الله، فنقول، يقول الشيخ، نحن لا ننكر عليك سبحان الله، بل ننكر عليك أن تأتي بهذا بها على هذا على هذه الصفة التي لم ترد في الشرع. أما التسبيح أناء الليل وأطراف النهار، تسبيح غير مقيد لا بعدد معين ولا بزمن ولا بهيئة ولا بمكان معين، فلا ننكر عليك هذا أبدا. فلو إنسان ما حدد، جالس بينه وبين نفسه وظل يسبح الله، ما قيد العمل بعدد معين ولا زمن معين ولا
يعني هيئة معينة أو طريقة معينة أو مكان معين يقول لك أنا أخصص هذا المكان لأن فيه أفضلية مثلا، فهذا ما ننكر عليه لأن هذا فعل الفعل اللي أمرنا الله عز وجل به من الإكثار بذكر الله عز وجل. لكن مجرد أنك تحدد عدد معين بزمان معين مثلا أو مكان معين مثلا أو بهيئة معينة مثلا، فأنت فعلت فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، وكانت بدعة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الشيخ بعدها: وكذلك ما يحدث في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول من اجتماع الناس وإتيانهم بصيغ من الصلاة والسلام على رسول الله لم ترد عن الرسول ولا أصحابه، بل هي محشوة من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذر أمته منها ويأخذون من ترانيم على صفات معينة، فكل هذا بدع مردودة. نقطة، هذا الكلام مهم، الله يحفظكم يا رب. في كل عام يحددون، الآن هم حددوا وقت معين وهو الثاني عشر من ربيع الأول أي المولد، إذن هم حددوا وقت معين وجعلوا هذا الذكر الذي يذكرونه بصيغة معينة في هذا الوقت، إذن هم حددوا ذكر معين بعدد معين في زمان معين. فنقول لهم مباشرة: ما هو الدليل على هذا التحديد؟ من قال لكم أن احنا نجتمع ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة اللي أنتم ذكرتموها اللي قد يكون فيها شرك؟ يعني ما هو الدليل على هذا؟ حتى الدليل، فرح يقول لك ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة، أو راح يقول لك الدليل هو قلبي. نقول: قلبك ما نبي، خل قلبك حق نفسك، أنا تعبد الله بالقرآن والسنة مو بقلبك. هذا قلبك مو دليل حقي. رجال، الشاهد في الأمر الله يحفظكم يا رب أنه لا يوجد دليل، إذن نقول هذا العمل مردود وهي بدعة. واضح؟ فأنت ظال مظل، أنت وقلبك. بعدها يقول الشيخ: وإذا قالوا، طبعا هذا الكلام خطير، هذا الكلام مهم، الله يحفظكم يا رب، لأن هذا الكلام عليه رؤوس أهل البدع في هذا العصر. واضح؟ بل أقره أناس من أهل البدع في هذا العصر. هناك الله يحفظكم يا رب جماعة من الجماعات المبتدعة اللي إحنا نخالفها لأنهم خالفونا في أصل الدين في التوحيد، وخالفونا في السنة، وخالفونا في أمور أخرى، ولكن أعظم الأمور التي خالفونا فيها هو التوحيد والسنة. وهذه الجماعة حذر منها الإمام بن باز رحمه الله وقال هي من 73 فرقة النارية، وموجود المقطع في اليوتيوب. وأيضا قال عنها الإمام الألباني رحمه الله أنها عدوة للسنة لأنهم يفعلون مثل هذه الأفعال ويحاربون السنة وأهلها، وحذر منها جميع أهل العلم المعروفين بالعقيدة والمنهج. وهذه الجماعة هي جماعة الإخوان المسلمين. فمؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا كان يفعل هذا الفعل، بل حسن البنا كان يحرض الناس على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينشدون أناشيد شركية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر هذه الجلسات ويغفر للجميع، ونحن نعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. لذلك لما يأتينا إنسان يظن أن خلافنا مع الإخوان المسلمين هو خلاف سياسي مثلا أو خلاف شخصي، لا والله، إنما هو خلاف في الدين، في التوحيد والسنة. خلافنا مع الإخوان المسلمين وخلافنا مع يعني أهل البدع والضلال هو خلاف في العقيدة، في التوحيد والسنة. فإذا كان هذا هو مؤسس الجماعة هكذا، فما بالك بمن دونه؟ فالمسألة خطيرة. واضح؟ فانتبه يا عبد الله، واعرف توحيدك وسنتك، واعرف السنة اللي تفعلها، واعرف البدعة اللي تحذرها وتحذر منها. واضح؟ وتحذر منها. بعدها قال: واعلم، يقول الشيخ، واعلم أنك الله. نعم، قال الشيخ بعدها: وإذا قالوا، يعني هم إذا قالوا، وإذا قالوا نحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لننال ثواب الصلاة عليه، يقول الشيخ، نرد عليهم فنقول لهم:
تحديدها بزمان معين وعددا معين وصيغة معينة قد تكون غير واردة أو منهيا عنها، كل هذا هو الذي جعلها بدعة ومردودة. كل هذا هو الذي جعلها بدعة مردودة. ليش؟ لأنك حددتها في زمان معين وعدد معين وصيغة معينة ما وردت في الشرع. الله يحفظكم يا رب يبارك فيكم. اسمع إلى الكلام اللي راح يقول الشيخ بعد هذا، وأسأل الله العلي العظيم أن يفتح علي وعليك يا عبد الله وأن يوفقني وإياك للخير يا رب العالمين. يقول الشيخ: واعلم أنك لن تحدث بدعة في دين الله إلا انتزع الله عز وجل من قلبك من السنة ما يقابل هذه البدعة. إذن يا عبد الله اعلم أن من أعظم مساوئ البدع أنها تميت السنة في قلبك يا عبد الله. فهذه عقوبة عظيمة، عقوبة عظيمة من الله، أن الله ينزع من قلبك سنة يحبها الله عز وجل لأنك أحييت في قلبك وفي لسانك وفي أركانك بدعة، حتى يصل فيهم الحال أنهم يتركون فرض الله عز وجل لبدعة. حدثني أحد المشايخ الأفغان، والله يا أخوة هو اللي يحدثني في هذه السالفة، يقول: سافرت إلى إحدى الدول اللي فيها بدع، واضح؟ يقول: وأنا هناك حضرت صلاة العشاء، يقول: إحنا نبي نصلي فرض صلاة العشاء. يقول: وكانت هذه البلدة فيها صوفية كثر يعني. يقول: ونحن نصلي الفريضة في الساحة، يقول: كانوا يذهبون من أمامنا ولم يصلوا الصلاة ليحضروا الحضرة البدعية التي فيها طبول ورقص وشركيات والعياذ بالله جن وشياطين وحضرة، واضح؟ فلما أراد أن ينكر عليهم الشيخ: كيف تتركون الفرض وتذهبون لتقومون بهذه البدع؟ قالوا: إن هذه الحضرة يحضرها الله ويحضرها رسول الله. لاحظ الشيطان كيف لبس عليهم، فقالوا: نحن نصلي لنراهم ونحن في هذه الحضرات نراهم. ولما سبحان الله، هي كلمة خطيرة، لذلك سبحان الله البدع تميت السنن وتميت حتى تصل إلى إماتة الفرائض. لذلك قال أهل العلم أن البدع بريد الكفر، البدع بريد الكفر. اسمع مني هذا الأمر، كلكم تعرفون أن الصوفية بعضهم ما يصلي. هذا أحد المشايخ سمعته بإذني يقول: كان هناك شخص رائحته نتنة من أصحاب الطرق، ما تسبح له سنين، فقالوا أتباعه لهذا الشيخ أن شيخنا ما يصلي. قال: ليش؟ كان هو يقول أنه ما يصلي. يقول: فرحت واجهت هذا الشيخ فقلت له: لماذا لا تصلي؟ قال: أنا خلاص وصلت مرحلة اليقين، قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا أتاني اليقين، خلاص ما يحتاج أصلي. وهذا الكلام باطل مردود عليه. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما قطع الصلاة حتى مات، النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع الصلاة حتى مات، بل كان يحمل على رجلين حتى أتى الصلاة. عمر رضي الله عنه وأرضاه أين طعن؟ وهو في الصلاة. علي رضي الله عنه وأرضاه أين قتل من الخوارج كلاب النار؟ وهو يصلي. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أين قتل؟ وهو يصلي قائم الليل. لماذا هؤلاء ما قالوا إحنا أتانا اليقين؟ يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين في الجنة وسائر الصحابة وسلف الأمة ما أتاهم اليقين، وأنت يا خسيس يا خبيث يا أبو رائحة نتنة أتاك اليقين؟ شيء غريب. فقال له الشيخ، رد عليه طبعا الشيخ وقال له: أنت لماذا تفعل هذا الفعل؟ قال: أنا يعني الله أعطاني ميزة، وهو أنه لا يستطيع أحد أن يؤذيني، فلو ضربتني الآن بشيء ما أشعر به، لأنه طبعا الشياطين والجن تلعب فيهم وهو سحر. فقال الشيخ: تتحداني أضربك في السكينة وتضربني؟ فقال له: أتحداك، ما عندي مشكلة. فقال له: بشرط أن ننزع كل ما علينا وتنزع كل ما عليك من تمائم وخواتم، كل ما عليك من التمائم السحرية والخواتم تنزعها وأضربك.
فرفض. فالحضور أتباعه لما شافوه رفض وخاف قالوا أجل تكذب علينا والله تنزعها. فلما نزعوها مسك السكين وجرح فيه طرف إصبعه وهو يقرأ آية الكرسي ويكررها. فبكى هذا الشيء هذا الصوفي بكاء مرير وقال أنا أتوب أنا أتوب والله انقذوني منهم والله أهلكوني. هذا الصوفي صاحب الطريقة الذي يتبعه الآلاف من الناس كان الجن مستحوذ عليه والشياطين ليغوا بني آدم فقط بطرف أصبعه سبحان الله. ومناظرة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله للرفاعية بإذن الله سنقرأها غدا في هذا البث، مناظرة كاملة راح نستمتع فيها، قصة مناظرة شيخ الإسلام بن تيمية مع الرفاعية، راح نشوف كيف نظرهم رحمه الله، وراح نذكر بعض هذه الصور التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية بإذن الله غدا نقرأها حتى ما نستعجل، وذكر فيها بعض هذه الأمور. فمناظرته مع الرفاعية كانت جدا جميلة، وهي التي فيها قال أضع أصبعي في النار وتضع أصبعك في النار بعد ما أن تغسله بالماء والخل. واضح؟ فالشاهد في الأمر الله يحفظكم يا رب يبارك فيكم أن هذه المسألة خطيرة. نرجع للقراءة، أنا آسف أني خرجت برا الموضوع. قال الشيخ واعلم أنك يا عبد الله لن تحدث بدعة في دين الله إلا انتزع الله من قلبك من السنة ما يقابل هذه البدعة. وهذه واحدة فقط من مساوئ البدعة، أن الله ينزع من قلبك يا عبد الله السنة مقابل هذه البدعة. اسمع هذه الكلمة الجميلة التي قالها الإمام ابن عثيمين. يقول ابن عثيمين لأن القلب وعاء إن ملأته بالخير لم يبقى فيه مكان للشر، وإن ملأته بالشر لم يبقى فيه مكان للخير، وإذا ملأته بالسنة لن يبقى فيه مكان للبدعة، وإن ملأته بالبدعة لم يبقى فيه مكان للسنة. الله أكبر. هذه الفقرة فائدة تستطيع أن تأخذها وتنشرها، جميلة، كلمة جميلة والله تدخل النفس. قال الشيخ، أنا أعيدها حتى نستشعرها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لماذا الله عز وجل ينزع من قلبك مكان البدعة، يعني إذا فعلت بدعة ينزع الله من قلبك مكانها سنة. يقول الشيخ ابن عثيمين لأن القلب وعاء إن ملأته بالخير لم يبقى فيه مكان للشر، وإن ملأته بالشر لم يبقى فيه مكان للخير، فإذا ملأته بالسنة لم يبقى فيه مكان للبدعة، وإذا ملأته بالبدعة لم يبقى فيه مكان للسنة. نقطة. الله أكبر الله أكبر. والله عبارة سبحان الله. اعلم يا عبد الله أن قلبك هذا مثل الوعاء، احرص على أن تملأه بالخير دائما، وأن تملأه بالتوحيد دائما، وأن تملأه بالسنة دائما. فإذا ملأته بالخير أثمر الخير بأقوالك وأفعالك وتقريراتك، ويعني كان حياتك كلها خير، في بيتك يرى أثر الخير عليك لأنك ملأت قلبك بالخير يا عبد الله. فكلامك يكون طيب، فعلك يكون طيب، صحبتك تكون طيبة، معاشرتك لأهلك تكون طيبة، معاشرتك لإخوانك طيبة، معاشرتك لوالديك طيبة وخير. لماذا؟ لأنك ملأتها يا عبد الله بالخير، فأثمرت وفاضت من الخير. الوعاء إذا صبيت عليه الماء فتحت عليه الحنفية وتركتها يظل يصب يصب يصب، راح يخرج هذا الماء ويظهر أمام الملأ. هكذا قلبك، تحرص كل يوم على أن تمليه من الخير، تترسه من الخير، تصب عليه الخير صبا، تصب عليه التوحيد، تصب عليه السنة، تصب عليه السلفية، تصب عليه يعني الخير، حتى يظهر ذلك على أقوالك وأفعالك، حتى يفيض، تجد أقوالك كلها خير، تصمت، تكون كثير الصمت وقليل الكلام إلا بالخير، فيكون كلامك
يعني فائض بالخير، فائض بالخير، فائض بذكر الله، فائض بتعليم الناس السنة، التوحيد، التحذير من الشرك، التحذير من البدعة، بيان الحق، يعني قول كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. لذلك بعدها قال الشيخ: إن امتلأ بالشر لم يبقى فيه مكان للخير، وإن امتلأ بالسنة لم يبقى فيه مكان للبدعة. كيف أملي قلبي بالسنة؟ بالعلم، بالمذاكرة، بالاستماع للعلماء، بقراءة القرآن، بقراءة السنة، يعني هذه كلها من الأمور التي تملي فيها قلبك من الخير، من السنة. لذلك بعض الناس في البداية يشعر بضيقة إذا استمع للدين، لأن قلبه متروس من الشر، فقليل من الدين قد يؤذي قلبك، لكن إذا حرصت على أن تمليه 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 راح يفيض هذا الأمر، فيصبح قلبك يفرح ويسعد للخير. والله تقعد تستانس أنك تسمع درس، تفرح أنك تقرأ قرآن، تسعد لما تسمع للعلماء، تفرح لما تقرأ كتاب. ليش؟ لأن قلبك امتلأ. فلا بد عليك يا عبد الله أن تجاهد نفسك وأن تملي قلبك بالخير. واضح؟ طيب، بعدها قال الشيخ ابن عثيمين: وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الشيخ ابن عثيمين: وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجد هؤلاء الحريصين على البدعة عندهم قصور وفتور في اتباع السنن، ولا يكادون يأتون بها على الوجه المطلوب. إذن الشيخ ابن عثيمين ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول: تجد هؤلاء الحريصين على البدعة عندهم قصور وفتور في اتباع السنن، ولا يكادون يأتون بها على الوجه المطلوب. فعلا نادر تجد صاحب سنة، صاحب بدعة، يعفي لحيته ويقصر ثوبه ويحرص على السنن. هو خلي يحرص على الفرائض أول، ويحرص على أذكار الصباح، أذكار المساء، يعني فعل السنن، لأن خلص قلبه مش يعني تجده يفعل البدع في الليل وهو تارك قيام الليل، صح؟ عكس صاحب السنة. صاحب السنة تجد يقيم الليل لأنه تارك بدعة، لكن هذا تجده يحتفل بالليل ويهز، يعني نسأل الله السلامة، كما رأيتم في المقاطع المنتشرة كيف نضحك عليهم، صح؟ والله نضحك عليهم، شايب كبير متشقلب على رأسه، والآخر يقبل قدم مدري إيش، والآخر يهز ويرقص ويناقز كأنهم يعني كأنهم بسبب إهانة الشيطان لهم بالبدعة أصبحوا كأنهم قردة. نسأل الله السلام والعفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. فالشاهد في الأمر، الله يحفظكم يا رب، أن هذا يقضي ليله بالبدع، ولكن صاحب السنة يقضي ليله بالطاعة. هذا الآن نحن بفضل الله ومنه وكرمه، نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، نحن نتذاكر في الله عز وجل، وغيرنا الآن قد يشرك، قد يطعن في الصحابة، قد يأتي ببدع، يأتي بمخالفات شرعية، يأتي بمعاصي. لذلك سبحان الله، وهذا كله من توفيق الله عز وجل، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم الحق. أحسنت، والله يا شيخ قلت كلمة لو وزنت بالذهب لرجحت هذه الكلمة على ذهب الدنيا، وهذا من أعظم أسباب هزيمة الأمة. نعم والله، من أعظم أسباب هزيمة الأمة أنهم ذلوا أنفسهم بالدروشة وبالانحطاط. يقول الإمام الألباني رحمه الله، أن اليهود أكثر ما يخافون منه أن يلتزم الناس عقيدة أبو بكر وعمر، صح؟ أعتقد أني نزلت الصورة إن ما خاب ظني. نعم، لأنك لو اعتقدت عقيدة أبو بكر وعمر وعبدت الله عز وجل بعبادة أبو بكر وعمر وسائر الصحابة، أعزك الله عز وجل بهذا التوحيد وهذه السنة وهذه السلفية، لكن لأنك تركت نهج الصحابة، تركت طريق النبي عليه الصلاة والسلام وابتدعت، أصبحت ذليلا. لذلك الذين دعموا هذه الفرق الضالة من المبتدعة، من الضالين، هم أهل الكفر، هم اللي دعموهم. ليش؟ لأنهم أصبحوا دراويش، أصبحوا ضعفاء، أصبحوا منزلين رؤوسهم، صح؟ ويعتقدون بأن هذا هو زهد،
تجد الصوفي منزل رأسه ضعيف ويلبس المرقع وأصبح ضعيف، أصبح مهان بالبدعة، فما يخافون منه، هذا ما يخافون منه. لذلك أغلب الدول التي فيها صوفية بكثرة هي دول كانت مستعمرة، والذين استعمروا هذه الدول هم الذين دعموا الصوفية، لأنهم يعلمون أن ما في ضرر منهم. هم دراويش يروحون يرقص يأكلون بالليل ويرقصون، لما يغمى عليهم يمكن ينامون في مكانهم تنتهي المسألة. لكن أهل التوحيد وأهل السنة طموحهم عالية، ينظرون إلى كيف يرفعون راية لا إله إلا الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لذلك السلفي شجاع، السلفي قوي، السلفي يعني عزيز، لأنه معلق قلبه بالله ومتبع لرسول الله وصحابة رسول الله الكرام. والله لن ترى العزة ولا الشجاعة ولا الكرم ولا القوة إلا باتباعك للشجعان والكرماء والأقوياء ويعني العظماء، وهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلن تجد على مر التاريخ أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم من الصحابة الكرام، فهم خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء والرسل، فهم قدوتك. فأنت يا عبد الله عليك أن تلزم آثارهم لتكون شجاعا، لتكون كريما، لتكون صادقا، لتكون أمينا، لتكون عابدا، لتكون زاهدا، لتكون صاحب عقيدة سليمة، صاحب منهج قويم. وأنت يا أمة الله عليك أن تربي نفسك وتربي أبنائك وحتى آبائك وإخوانك على هذا المنهج، وتجاهدين نفسك أولا في أن تحرضينهم على السنة وعلى السلفية وعلى التوحيد وعلى حب هذا الأمر. لابد. طيب بعدها قال، أنا آسف أني أطلت عليكم، الله يحفظكم يا رب. قال بعدها الشيخ: ولذلك فإذا تعبد إنسان في ليلة 27 من شهر رجب بعبادة من أذكار وصلوات على رسول الله وغير ذلك فهذه بدعة، ونجيب على من يفعل هذا من وجهين: الأول أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به في هذه الليلة، وهذا يبطل كل ما ينبني على هذا. يعني هو عرج في هذه الليلة، ما فعل هذه الأفعال اللي أنت تفعلونها، فهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني فالرد عليهم: لو سلمنا بذلك فهذا لا يقتضي أن نثبت لها شيئا من العبادات، لأن الصحابة وهم أكمل الناس عبادة واعتقادا ويعني تقربا إلى الله عز وجل، لم يجعلوا في هذا اليوم شيئا من هذه العبادات. فهل أنت أحسن من الصحابة؟ طبعا وقطعا لا، صح؟ إذا أنت مو أحسن من الصحابة إذا لا تسوي هذا الفعل. والواجب على المؤمن، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والواجب على المؤمن أن يتعبد ما جاء به الشرع، ولو اتبعنا ما كان عليه سلفنا الصالح فعلا وتركا صرنا أسعد مما نحن عليه اليوم. الله أكبر، كأن سبحان الله. اسمع الشيخ إيش يقول. الشيخ ابن عثيمين يقول: ولو اتبعنا نحن جميعا ما كان عليه سلفنا الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الكرام ومن تبعهم بإحسان، يقول: لو اتبعنا ما كان عليه سلفنا الصالح فعلا وتركا، يعني اللي فعلوه نفعله والذي تركوه نتركه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، صرنا أسعد مما نحن عليه اليوم. إذن هذه الفائدة الثانية اللي تصلح أنك أنت تشيلها وتنشرها. يعني احنا طبعا احنا نقرأ ونجمع الفوائد، صح؟ وفي آخر المطاف نخرجها في دفتر أو كناشة صغيرة، وتكون عندنا هذه العبارات اللطيفة ونرتبها وننشرها مع الوقت، ونسأل الله العلي العظيم أن يتقبل يا رب العالمين. واضح؟ بعدها قال الشيخ: وهذا الحديث، يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا الحديث كذلك ميزان للأعمال الظاهرة. أي حديث؟ منو يعرفه؟ حياك الله يا شيخ محمد أمين. ما أدري إذا الشاشة مبينة عندك، أنا حاط صورة الكتاب أو الرسالة،
شرح حديث عائشة رضي الله عنها. من يعرف أي حديث؟ شوف منتبهين ولا لا، أنتم معي ولا مع الأسف؟ يقول الشيخ: وهذا الحديث كذلك ميزان للأعمال الظاهرة. حديث أحسنت الله يسعدك المدينة، حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم هذا هو الحديث، نعم هو مسمى بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لأن هي التي روته. نعم أحسنتم الله يحفظكم يا رب. يقول الشيخ: وهذا الحديث كذلك ميزان للأعمال الظاهرة. إذن ما هو الميزان؟ هذا الحديث. أي إنسان يريد أن يرى أعمال الغير في العبادات صحيحة أم خاطئة، أو يرى أعماله صحيحة أم خاطئة، يضعه على هذا الميزان. فما كان موافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام فهذا الميزان صحيح وعبادته صحيحة، فإن لم يكن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كان هذا الميزان يعني هذا الفعل باطل ومردود وخاطئ. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول الشيخ: وهذا الحديث، أي حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول: وهذا الحديث كذلك ميزان الأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر في النية ميزان الأعمال الباطنة. حديث عمر في النية أي واحد يا أخوة؟ حديث من عمل عملا، لا أستغفر الله، حديث إنما الأعمال بالنيات، من عمل إنما الأعمال بالنيات. فمن كانت يعني هجرته لدنيا يصيبها وامرأة نكحها كان يعني هجرته لما هاجر إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إنما الأعمال بالنيات، لذلك الله يحفظكم يا رب، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. هذا الحديث هو ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا، هذا ميزان للأعمال الظاهرة. كلامي واضح الله يحفظكم يا رب؟ إن شاء الله كلامي واضح، يعني أنا أحاول قد ما أقدر أني أتأكد أن الأخوة فاهمين اللي أقوله. لذلك قال أهل العلم الله يحفظكم يا رب أن الحديث الأول هو نصف الدين، والحديث الثاني هو النصف الثاني للدين. الحديث الأول في الأعمال الباطنة وهي أن تحرص على أن تكون أعمالك كلها خالصة لله الواحد القهار، وهذا ميزان. والحديث الثاني أن تحرص على أن تكون أفعالك وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نكمل القراءة الله يحفظكم يا رب. قال: وهذا الحديث، أي حديث عائشة رضي الله عنها، كذلك ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر في النية ميزان للأعمال الباطنة. فحديث عائشة عن المتابعة، وحديث عمر عن النية، والعبادة لا تقبل إلا بإخلاص ومتابعة. الله أكبر، نقطة، وهذا تكلمنا فيه في بداية البث وأعيده للأخوة الذين دخلوا متأخرا، أن كل عبادة على وجه الأرض، كل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل لا تقبل منك إلا إذا توافر فيها شرطا. الشرط الأول أن تكون خالصة لله الواحد القهار. الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكون متبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل على الإخلاص من القرآن قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الدليل من السنة: من عمل عملا ليس عليه أمر، لا أعتذر، إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. هذا الدليل على الإخلاص، واضح؟ الدليل على المتابعة من القرآن قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طبعا في أدلة كثيرة ولكن نأتي بدليل واحد. الدليل من السنة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادات لا تقبل منك إلا إذا كانت خالصة لله الواحد القهار، لا فيها لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، وتكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكون فيها بدعة. فإذا كان فيها شرك فهي عبادة باطلة، واضح؟ وإذا كان فيها بدعة فهي عبادة مردودة وباطلة. بعدها قال الشيخ: وهنا نذكر مثلا
ما يفعله الناس من التسابق إلى على الجليد. يقول وهنا نذكر مثلا ما يفعله الناس من التسابق على الجليد، فهذا لا ينكر عليه لأن هذا من العادات لا من العبادات. وكذلك المصارعة فيما لا ضرر فيه، فإن اشتملت على ضرر كان حراما، ليس لأنه بدعة ولكن لأنها بل لما فيها من ضرر. واضح؟ وهنا يرد على بعض الناس، يجيك المبتدع يعني حاطة دي ودايس حد السرعة حتى يرد عليك، يقول أنتم ما تركتم شيء، كل شيء خليتوه بدعة. لما نقول أن هذا فعلك بدعة، صح؟ وهذا هو أسلوب أهل البدع، أنهم يخلقون شيء أنت ما تقوله فيهاجمونك عليه. هذا ترى أسلوب أهل البدع. أنت الآن حذرته، قلت له يا أخ ترى هذا الذي تفعله بدعة، من تخصيص ذكر معين في زمان معين، أو أنك أنت تخصص خروج 3 أيام إلى المسجد للدعوة، أو 40 يوم في السفر للدعوة كما يفعلون جماعة التبليغ الأحباب التي حذر منها أهل العلم. واضح؟ فنقول هذا الفعل بدعة، لأنك تتقرب إلى الله بشيء ما فعله لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام وغيرها من البدع. فهو مباشرة يهجمك أو يهاجمك بشيء أنت ما تقوله، فيقول لك أنتم كل شيء جعلتموه بدعة، حتى السيارة بدعة، حتى التسابق في الجليد بدعة، حتى. فنقول له مباشرة لا لا لا، كذبت، فأنت كاذب، لأن نحن نقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن نقول الأمر الذي تتعبد به إلى الله بدعة، فهذه عادات. والدليل أننا ما نقول أنها بدعة أن نحن نسويها. احنا نسوق سيارة، يعني ما شفنا احنا راكبين خيل مثلا. والله ما تشوفنا احنا يعني، طيب شلون يعني أنا ننكر عليك ونفعل نفعل مثلا؟ ما يصير، ما نركب خيل، احنا نركب نفسك سيارة ترى. يا رجل احنا يعني نقعد تحت المكيف، هو يقول لك حتى المكيف جعلته بدعة. نقول له احنا نقعد تحتك تحت المكيف، احنا ما شفتنا عايشين بالسحرة مثلا. نحن ننكر عليك الفعل الذي تفعله تقربا لله، ففي فرق بين العبادة وفي فرق بين العادة. واضح؟ أنا إن شاء الله يكون كلامي مفهوم، الله يسعدكم يا رب. أحاول قدر المستطاع أني أبسط العبارة حتى نفهم جميعا. واضح؟ بعدها قال الشيخ فهذا لا ينكر عليه لأن هذه من العادات لا من العبادات. وكذلك المصارعة فهي فيما لا ضرر فيه، فإن اشتملت على ضرر كان حراما، لا لأنها بدعة ولكن لأن فيها ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فالشاهد في الأمر هذا. فيقول الشيخ بعدها فالبدعة تكون في الأمور التعبدية، أما أمور العادات فإن كان فيها ضرر منعت، وإلا فالأصل فيها الحل، صح؟ لأنها أمور المعاملات، وإلا الأصل فيها الحل. بعدها يقول الشيخ وكذلك من لبس لباسا غير معهود ولم ينه الشرع عنه فلا ننكر عليه، ولو أن رجلا داوم على حلق رأسه كلما نبت شعره حلق رأسه، كلما نبت شعره حلق رأسه، كلما نبت شعره حلق رأسه، فهذا من الأمور العادات، ولهذا يعني ليست من أمور العبادات. أما لو حلقه عبادة، واضح، أو تشبها بطائفة معينة مثل ما كانوا يفعلون الخوارج سابقا، أو مثل ما يفعل بعض الناس يحلقون مثل اللاعبين الكرة تشبها بهذا الكافر، أو مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله واتركه كله، ف يعني ما يجعله كالقزع أعتقد هكذا، فهذا هنا تأتي الحرمة. واضح؟ قال ولهذا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما قد حلق بعض رأسه فقال احلقه كله واتركه كله، وهذا دليل على أنه ليس من باب العبادة، وإلا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبقاء الشعر. ولهذا فالراجح من أقوال أهل العلم أن إطلاق الشعر من الأمور العادية من العادات، إن اعتادها الناس فعلت وإلا فلا.
واضح؟ فواحد مثلا حاب يربي شعره أو يحلق شعره من باب العادات، فهذا أمر شأنه، مو من العبادات يعني. هكذا بعدها يقول الشيخ: ولو لبس الإنسان لباسا يخالف العادة ولكنه غير محرما شرعا فلا ينبغي لئلا يكون لباس شهرة، ولباس الشهرة هو الذي يشتهر به الإنسان. الآن الشيخ يعرف لنا ما هو لباس الشهرة، هذه مسألة بعد، وهو الذي يشتهر به الإنسان حتى يقال هذا ثوب مثل ثوب فلان، وقد يكون بالدون وقد يكون بالأعلى. حتى قال بعض العلماء: لو أن رجلا فقيرا لبس ثياب الأغنياء صار في حقه ثوب شهرة، ولو أن رجلا غنيا لبس ثياب الفقراء صار في حقه ثوب شهرة. وإنما يلبس كل إنسان ما يناسب حاله. واليوم الحمد لله لم يعد هناك فرق كبير بين ثوب الغني والفقير، الحمد لله رب العالمين. في الغالب كلنا نلبس نفس اللبس، الغني والفقير، واضح؟ بعدها يقول الشيخ: وبناء على ما تقدم فإنه لا يستحب أن يقصد العمرة. الآن الشيخ يأتي إلى مسألة أخرى. يقول الشيخ: وبناء على ما تقدم من تقريرات، من يعني الكلام اللي قرأناه، ترى باقي صفحتين ونخلص، الله يحفظكم يا رب، تحملوني، الله يبارك فيكم، وأنا آسف أني أطلت عليكم، الله يحفظكم يا رب. قال الشيخ: وبناء على ما تقدم فإنه لا يستحب أن يقصد العمرة في الليلة السابع، في ليلة 27 من رمضان، ومن قصد ذلك فقد أتى بشيء لا دليل عليه. فليلة القدر وإن كانت لها خاصية لكنها لا تطلب بأداء العمرة فيها، بل بقيامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من اعتمر في ليلة القدر، هذه مسألة مهمة، واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يقل عمرة في ليلة 27 تعدل حجة، لم يقل العمرة في ليلة 27 تعدل يعني حجة عند الله عز وجل، واضح؟ إذن يقول الشيخ: فننصح لإخواننا الذين يريدون وجه الله عز وجل أن تكون أعمالهم موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن مجرد إخلاص النية. طبعا قبل أن أكمل الكلام، فهمتم النقطة هذه؟ في ناس يخصص يعني يذهب ويتكلف ويتخصر ويتدين علشان والله يصلي ليلة 27 في مكة، واضح؟ وبعضهم يعلم الازدحام وقد تحصل فيها مضايقات. لا، قد تصل وتبلغ المرحلة الكبيرة من الأجور العظيمة وأنت في مكانك، بمجرد أنك تقوم رمضان، تقوم ليلة القدر إيمان واحتساب. أولا، ماذا يدريك أنها في ليلة 27؟ هي من الليالي المرجوة، ولكن لا يوجد عليها قطع وجزم، واضح؟ هذا واحد. اثنين، الأصل هو القيام لا العمرة. قال: من قام ليلة القدر إيمانا، هذا أولا، واحتسابا، هذا الثاني. شرطين: الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني الاحتساب. فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، فقد ينال هذه الفضيلة رجل في أقصى الدنيا، في الصين، في أفريقيا، من غير كلافة. لذلك يا أخوة، السنة سبحان الله، الدين يسر، لا تصعب على نفسك، لا تكلف على نفسك، لا تؤذي نفسك، إن تيسرت فخير ونعمة، واضح؟ وتحرص على أن تكون كلها مثلا في مكة العشرة مثلا، من غير لا تخصص يوم معين وتتعب، لا، الحمد لله. وقد تصل إلى هذه الفضيلة، وهي أن يغفر الله عز وجل كل ذنوبك وأنت في بيتك يا عبد الله، تصليها إيمانا واحتسابا، فيغفر الله عز وجل كل ذنوبك. وعمرة في رمضان قد تكون في أول رمضان، يكون الوضع هادي ويكون ما في ازدحام، فلذلك الدين يعني دين يسر والحمد، والبدعة
ويعني لذلك ما شاد الدين أحد إلا غلبه. انتبه يا عبد الله. طيب بعدها يقول الإمام بن عثيمين رحمه الله: فننصح لإخواننا الذين يريدون وجه الله أن تكون أعمالهم وافقة لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن مجرد إخلاص النية وإرادة وجه الله لا يكفي في قبول العمل كما سبق بيانه. واضح؟ ولم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب العمرة في ليلة 27، بل هي كغيرها من أيام رمضان في فضل الاعتكاف لما سبق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان لا عمرة في 27. واضح؟ يقول الشيخ: ولا يفيد الإنسان أن يعبد الله بالعاطفة. الله 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 الله، هذه تحتها خط. طيب، قال: ولا يفيد الإنسان أن يعبد الله بالعاطفة بدون أصل شرعي يرجع إليه، لأن ذلك اتباع للهوى. أي والله، نحن يا عباد الله ما يعني وقعنا فيما وقع ما وقعنا فيه بكثرة إلا بسبب العاطفة، فالعواطف عواصف. والله ما خرج الخوارج إلا بسبب العاطفة، ما وقعوا الرافضة كثير منهم إلا بسبب العاطفة، ما وقع أهل البدع والضلال إلا بسبب العاطفة، ما وقع أهل البدع، العواطف عواصف تعصف بك يا عبد الله وترميك إلى الأهواء، تطير بك. لذلك تعرفون من هو الذي ينجو من هذه العواصف؟ من تمسك بحبل الله. فهذا هو الناجي الذي يتمسك بحبل الله بقوة ويعض عليها بالنواجذ كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذه العواصف لا تهزه. أما الذي ما عنده شيء يتمسك فيه يطير مع هذه العواطف ويضيع، نسأل الله السلام والعفو والعافية. صح؟ لذلك السني السلفي صاحب العقيدة السليمة والمنهج القويم قوي وثابت بماذا؟ بكتاب الله وسنة النبي على فهم السلف الصالح واتباعه للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بإحسان. العواطف عواصف، ونحن لا نعبد الله عز وجل بالعاطفة، نحن نعبد الله عز وجل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. واضح؟ طبعا الأمثلة على هذا كثيرة جدا، ممكن احنا نقعد مني ليل الصبح نذكر أمثلة العواطف الذين قدموا عواطفهم على السنة. واضح؟ لكن احنا ما نبي نطيل. الله يسعدكم يا رب، لأن أدري أن الوقت تأخر وما بيزعجكم، الله يحفظكم يا رب. قال بعدها الشيخ: فللشرع حدود معينة مضبوطة من كل وجه حتى لا يتفرق الناس فيها، شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ترى حتى في المنهج السلفي يا أخوة، بعض الناس بسبب عاطفته يصير رخو في المنهج السلفي فيدخل فيها من ليس منها ولا فيها. لا، انتبه، كن قويا بمنهجك بدينك بالتمسك على ما تمسك به علماء الأمة الكبار المعروفين بسلامة العقيدة والمنهج. نعم، الله يحفظكم يا رب، صلى الله أن يجمعني وإياكم على طاعته. قال: فللشرع حدود معينة مضبوطة من كل وجه حتى لا يتفرق الناس فيها، شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن كلنا نجتمع على ماذا ونعتصم على ماذا؟ على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا هو أصل الدين، أن نجتمع وأن لا نفترق في الدين. ترى هذا هو أصل، هذا من أعظم أصول الدين. لذلك نص على أهل العلم على هذا الأصل، ومنهم الإمام محمد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة. إحنا ترى قرأنا الأصول الستة في البث، صح؟ تذكرون يا أخوة الأصول الستة قرأناها في البث كامل. قرأناه بس علشان والله نقول أن احنا قرأناه؟ لا، نحن قرأناه لنعمل بما فيه، لنعمل بما فيه. فالأصل الثاني قرأناه وحفظناه وقرأنا كلام الشيخ صالح بن فوزان وفوزان فيه، لماذا؟ حتى نطبقه، نعتصم جميعا وأن لا نتفرق في الدين.
وأن نكون جميعا معتصمين بحبل الله بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ترى باقي نص صفحة أعتقد، لا والله باقي صفحتين فالحين ما خلصنا الصفحتين. قال ثم إن، يقول الشيخ، ثم إن ليلة القدر ليست مخصوصة بليلة 27، فالنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنها تنتقل في الأعوام، ففي عام تكون ليلة 23، وفي عام تكون آخر ليلة، وفي عام تكون في يعني 25، وغيرها ليلة 29 28 26 وهكذا. إذن ليلة القدر تنتقل في الأعوام، واضح؟ فبعض الناس لا، بس 27 تجده يذهب إلى صلاة التراويح ويبكي لين يطلع كل اللي بمخه، جزاه الله خير، ولكن يترك باقي الليالي فيفوته الخير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من صلى العشر فلقد أدرك القدر لا محالة. إذن لا تقصر، لا تقصر، كل العشر صلها وكل العشر أخشع فيها، فهي أيام عديدة، يعني أيام قليلة عديدة فيها خير كبير وعظيم، واضح؟ يغفر الله عز وجل فيها كل ذنبك يا عبد الله. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن تجتهد بهذه الأيام العشر، تحرص على الاعتكاف، لأن الاعتكاف الأصل فيه أنك تخرج من هذه الدنيا وتكون إيش مع، يعني مع الدين، مع ذكر الله عز وجل والابتعاد. نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وفضله أن يبلغنا جميعا ومن نحب رمضان، آمين يا رب العالمين. فهذا هو حال السلف، كانوا يدعون الله عز وجل نصف العام إلى على لكي يبلغهم الله رمضان، وكانوا إذا انقضى رمضان يدعون الله عز وجل نصف العام ليتقبل الله عز وجل منهم رمضانهم الذي مضى. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وفضله، فهو الجواد، هو الكريم، هو الرحمن، هو الرحيم، هو العظيم، هو العزيز، أن يبلغنا وإياكم ووالدينا ومن نحب رمضان يا رب العالمين، وأن يتقبله منا، وأن يجعلنا وإياكم من المحسنين فيه. حرام الله يتقطع قلبك إذا رأيت إنسان في هذا اليوم الفضيل يأتي ببدعة أو يأتي بأمر محرم، والله حرام، أو يجتهد ببدعة. لذلك احرص يا عبد الله أن تعرف سنتك وأن تكون داعية للسنة، واضح؟ يقول وهكذا. بعدها يقول الشيخ: وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط ابتغاء ليلة القدر، فخرج على أصحابه ليلة 21 وأخبرهم أنه كان يعتكف طلبا لليلة القدر، وأنه رأى ليلة القدر في العشر الأواخر، ولكنه أنسيها حكمة من الله عز وجل، وقال عليه الصلاة والسلام: وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أنس: فمطرت السماء تلك الليلة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فرأيت على جبهته أثر الماء والطين، وكانت ليلة القدر 21. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في خامسة تبقى، وفي رابعة تبقى، إلى آخر الحديث. وهذا يدل أنها تنتقل ولا تتعين في ليلة 27، ونرى كثيرا من المسلمين يجتهدون في ليلة 27 ويتساهلون فيها فيما عداها. يقول الشيخ: ويتساهلون فيما عداها، وقد تكون في غيرها فيحرمون نفسهم الخير. نفس الكلام اللي يعني درناه. وينبغي للإنسان، يقول الشيخ ابن عثيمين، وينبغي للإنسان أن يجتهد في تلك الليالي كلها في الدعاء بقلب خالص وأمل في الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على اجتناب أكل الحرام لأنه من أسباب رد الدعاء. وهذه فائدة الآن، من أسباب رد الدعاء أكل الحرام. بعدها يقول الشيخ: وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا حديث، ترى والله نفرح بالفوائد ونفرح بالأحاديث ونفرح بالآيات، صح؟
فلذلك نستشعر هذا الكلام. قال: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول الشيخ: فذكر إذن من أعظم أسباب رد الدعاء وعدم قبوله هو أكل الحرام. واضح؟ يجينا واحد يدخل البث يقول: يا شيخ والله احنا ندعي ندعي الله ما استجاب لنا، وتجده هو رافع في الربا، رافع في الرشوة، رافع في أكل الحرام، نسأل الله السلام والعفو والعافية، يعني لين طلع من خشمه. الشاهد في الأمر يقول: ليش الله ما يستجيب لي؟ احرص على أكل، على مطعمك ومشربك وعلى مالك. الله يسعدك يا حذيفة، الله يبارك فيك. يقول الشيخ: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب إجابة الدعاء هو السفر وهو مظنة الإجابة، وكذلك ذكر الشعث والغبر. ولا شك أن يكون الإنسان غير مترف ولا مهتم بأمور ملبسه ومظهره، بل مهتم بإصلاح قلبه. وكذلك ذكر مد اليدين إلى السماء، وهذه كلها من أسباب إيش يعني مظنة إجابة قبول الدعاء، وهو من إظهار الافتقار إلى الله عز وجل وإظهار الضعف والحاجة لله سبحانه وتعالى. وذكر كذلك قوله: يا رب يا رب، وهنا فائدة جدا جميلة، فكانت أكثر أدعية الناس، أدعية الأنبياء في القرآن، كانت أكثرها في الربوبية. واضح؟ فهم يدعون الله عز وجل الرب الواحد القهار. واضح؟ هذه أكثر أدعية الأنبياء. فيقول: يا رب يا رب، لأنه يستشعر بأن الرب الذي رباهم بالنعم، رباهم بالخير، الخالق الرازق المعطي، منزل المطر، منبت الأرض، سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه ويعطيه. واضح؟ فتجتمع في حقه توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية في ماذا؟ في سؤال الله عز وجل باسمه الرب واستشعار ذلك في القلب. توحيد الألوهية في ماذا؟ بفعله، أنه دعا الله لم يدعو غيره. عرفتم؟ فلما تقول: يا رب شافني، يا رب ارزقني، يا رب أطل عمري، يا رب ارحمني، فلما تدعو الله الواحد القهار باسمه الرب سبحانه وتعالى مع دعائك له بإخلاص، تجمع بين الربوبية والألوهية. واضح؟ الله يحفظكم يا رب يبارك فيكم. منو؟ طيب في صوت؟ نعم. وصلنا. نعم. قال هنا: وكذلك قوله يا رب يا رب، ودعوة الله بهذا الاسم هو توسل إلى الله بأسمائه وخلقه للناس وربوبيته له سبحانه وتعالى، كما يقول الشيخ ابن عثيمين هنا، توسل لله عز وجل بربوبيته، أنه هو الخالق سبحانه وتعالى ونحن مفتقرين إليه. طيب، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مأكله ومشربه وملبسه وغذاءه كله من حرام، فيمنع إجابة الدعاء، فيمنع إجابة الدعاء. يقول الشيخ: وأن للاستفهام بمعنى الاستبعاد، أي بعيد أن يستجيب الله عز وجل له، ولهذا فاحذر، يقول الشيخ ابن عثيمين: ولهذا فاحذروا إخواني من أكل الحرام. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولهذا فاحذروا إخواني من أكل الحرام، وهو ليس فقط كما يظن البعض أكل الخنزير وأكل الميتة وشرب الخمر، بل يشمل أكل الحرام لذاته كهذه الأشياء، وأكله لكسبه بأن يكون الشيء حلالا ثم يصير حراما كالمغصوب والمسروق، وكذلك المرابي ومن يأكل الربا سواء بصراحة أو بتحليل أو بتحايل، سواء كان بصراحة أو بتحايل، والحيلة في ذلك أقبح من الصراحة لأنها تتضمن مفسدتين:
المحرم هي الربا والمخادعة والخيانة لله سبحانه وتعالى. ترى هذا الكلام كلام خطير يعني، بس ما راح نذكره يعني نستفصل فيه حتى ما نطيل عليكم. بعدها قال في صوت، في صوت ولا انقطع الله يحفظكم يا رب. آه نعم طيب. بعدها قال وهذا لا يخادع إلا نفسه، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكذلك الذي يكسب المال بالغش والخداع فيظهر السلع بمظهر طيب وهي رديئة، فيظنها المشتري جيدة ويدفع فيها الثمن الكثير وهي في الحقيقة لا تسوى هذا الثمن. وقد يظن هذا البائع الغشاش أنه ربح ولكنه في الحقيقة خاسر لأنه غش الناس. أحسنتم من غشنا فليس منا، لأن المغبون سيأخذ من حسناته يوم القيامة، يوم يكون أحوج إلى الحسنة من الدنيا من هذا المال وما عليها، ولا يستطيع أن يفدي نفسه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصة الآن يذكرها النبي، يذكرها الشيخ ابن عثيمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بصاحب تمر، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريفة في التمر، فإذا أسفل التمر مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وكان الواجب على هذا أن يظهر الرديء حتى يعرف الناس أن هذا رديء. الله أكبر. ثواني ثواني الله يحفظكم ويرجع، ما رح أطيل عليكم، ثواني وأرجع.